اهلا بحضراتكم، عاملين ايه؟ كله تمام. احنا بالتاكيد هنتكلم على القمه العربيه، بالتاكيد هنتكلم عن الحوار الوطني تحديدا مع الاستاذه فريده الشباشي بعد شويتين كده، لكن خليني الاول هبدا بالحوار الوطني من الداخل لو صح التعبير. انت عارف دايما ان احنا نتابع الجلسات على الشاشه، دي بتبقى حالة معينة، انك انت تتابع كحاضر مستمع دي حالة تانية، انك انت تتابع كمشارك بالكلمة فدي حالة تالتة. يمكن كان ليا الشرف ان انا شاركت بكلمة، سيبك من الكلمة بتاعتي بقى دلوقتي، هي المسألة بتاعت المشاركة في هذا الحوار. انا مش بس بشوفها مهمة، انا لاحظت الآتي. اولا فرق كبير جدا ما بين المتابعة على الشاشة أو المتابعة بالاستماع أو المشاركة نفسها، لأنك أنت هنا بتلمس فعلا مدى الجهد الحقيقي. أنت هنا بقى لو اتكلمت مدى الجهد الحقيقي المبذول من مجلس الأمنة والأمانة الفنية علشان الحوار ده يطلع بمنتهى منتهى منتهى التنظيم ومنتهى منتهى منتهى الالتزام، وده شيء أكتر من رائع. إحنا للأسف في مصر توارثنا مقولة كده بنستخدمها لما بنحب نجامل نفسنا أو لما نحب نشوف حاجة ويعني نضع حولها مجموعة من كلمات الإطراء، يقول لك إيه؟ معقولة هو ده في مصر؟ معقولة هو إحنا ينفع نعمل كده أو بنعرف نعمل كده؟ هي جملة متوارثة، وأنا في رأيي دايما أن استعمار متعاقب يمكن من القرن 16 تقريبا بدأ يزرع جواك أنه أنت لا يمكن تعمل حاجة حلوة وصح ومنضبطة وعشرة على عشرة مش تسعة ونص على عشرة، وبالتالي تستعجب دايما لو لقيت شيء معمول مية مية. لا هو طبعا هو ده في مصر وده الطبيعي بالمناسبة بتاع مصر، وكان شيء غير طبيعي أن احنا ما نعملش الأمور مية مية. لما تاخد بالك انه الـ 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 التنظيم العام بتاع جلسات الحوار الوطني محاوره المختلفة بجلساته المختلفة بمناقشاته بحتى فترات الاستراحة اللي فيه، وان كل حاجة بدون اي مبالغة محسوبة بالثانية بالثانية. هنبدأ الساعة كذا يبقى هنبدأ الساعة كذا، عدد المتحدثين العدد مثلا 40 متحدث، وده بجد يعني يمكن الجلسة اللي أنا اتشرفت بالكلمة فيها كانت جلسة الثقافة والهوية، فكان عدد المتحدثين 42 متحدث، هم 42 متحدث، المتحدث 4 دقائق بالملي، يبقوا 4 دقائق بالملي. الألطف في الموضوع هو مسألة الالتزام العام بهذه الضوابط وبهذه القواعد المنظمة للحوار، بحيث أن كلنا نقدر نسمع كل المتحدثين. أي حد قاعد هيقدر يسمع كلمات المتحدثين بالكامل، بل كمان أنه يساعدك أكتر على أنك تركز الفكرة بتاعتك في حدود ال4 دقائق إياهم دول، تركز تبقى نقطك شديدة الوضوح، عندك توصيات بتقولها مثلا في الدقيقة الثانية، يعني عندك بيفضل لك عندك في المقدمة، ده اختيارك بالمناسبة انك تقول مقدمة لمدة 2 دقائق وتقول التوصيات بتاعتك لمدة 2 دقائق. طب ما لحقتش اقول توصياتي في 2 دقائق اللي فاضيين دول ولا 120 ثانية، فده معناه انه سيادتك محضر الملف بتاعك علشان تقدمه للأمانة الفنية ومجلس الأمنة حتى يوجد عندهم للقراءة والبحث والدراسة ومن ثم رفع التوصيات فيما بعد. مفيش حاجة تايهة، مفيش حاجة نص نص، مفيش 1% معيار خطأ، مش موجود. عارف انت معيار التصحيح بتاع الساتلايت كده 2750 ده اللي مش عارف ايه، مفيش، كل حاجة مصوبة من البداية. يعني انا هنا فعلا فهمت السنة اللي قعد فيها مجلس الأمنة والأمانة الفنية بيحضروا علشان فعلا فعلا هذه السنة أتت بثمار لحد اللحظة اللي أنا بكلمك فيها، أو يمكن لحد انتهاء الجلسات بتاعة الحوار يوم الخميس كانت الساعة 6:30 تقريبا وقت أن انتهت الجلسات. طبعا بعدها بيبقى فيه دمية المناقشات وبقى الحديث داخل الطرقات وأروقة المكان وما إلى ذلك، لكن احنا بنتكلم على انه كل حاجة مترتبة بالملي. كثير جدا من الاطروحات اللي اتحطت، كثير جدا من الافكار التي عرضت، كثير جدا من التوصيات اللي خارجة من المتحدثين فيها وجاهة كبيرة جدا، سواء اذا كان المتحدث معارضة كان ولا موالاة، الحقيقة فيها وجاهة. مسألة
تقبل الكل للأفكار، ومسألة عدم قطع كلمات حد، ده شيء عظيم جدا. في فترة الاستراحة ما بين الجلسات وبعضها البعض بنقف مع بعض بنتناقش ونفكر، انت قلت كذا، فلان قال كذا، علان كان رأيه كذا، بنتناقش. ومناقشات كانت كمان هادئة جدا بكل ما تحمله من حماوة الدفاع عن وجهات النظر وحرارة الدفاع عن وجهات النظر، لكنها كانت هادئة عاقلة، سواء إذا كان جوه الجلسة بره الجلسة. اللي أنا شايفه أنه هذا الحوار هو أفضل ما يمكن كان أن يحدث في، لو صح تعبير، عمليات الإصلاح السياسي خلال الثمان سنين ونص أو أول التسع سنين اللي فاتوا من 2014 حتى هذه اللحظة. ليه؟ لأنه لفت نظرنا أن إحنا ما عندناش مع بعض كلنا، ولا مولا ولا معارضة، ما عندناش مع بعض خلافات شديدة أو اختلافات في وجهات النظر شديدة العمق. هي المسألة كلها على الخطوات، كيفيات التنفيذ، الآليات. مفيش ضبابية في الرؤية بتاعة أي حد من الموجودين، أحزاب، أفراد، شخصيات عامة، خبراء إلى آخره يعني. بل بالعكس، على ما يبدو أنه وجهات النظر اللي كانت بتعرض وبشكل شديد العلنية وبمنتهى الصراحة وبمنتهى الانفتاح أصبحت بتثري وجهات النظر التالية عليها في ترتيب الحديث. يعني لا، الحوار الوطني ده طلع فعلاً أكبر وأهم وأقوى وأنفع مما كنا نتصور. إنه يعلن الرئيس إطلاق الحوار الوطني في 26 إبريل 22 متوازياً مع تفعيل لجنة العفو الرئاسي، فكنا فرحانين جداً. وبعدين مع جلسات مجلس الأمناء والترتيب بدون محاصصات، بل إنه الكل يحصل على نصيب متساوي، معارضة زي موالاة إلى آخره. طب ده رائع جدا وكلنا مبسوطين بده. طيب كلنا أمل في إنه المناقشات يبقى فيها قدر، خد بالك أنا بقولك بقى هنا اللي كان في بالي، قدر من التوافق على بعض الأمور. نتمنى إنه قليل من الأمور يبقى ما فيهاش التوافق. اللي أنا شايفه إنه لا، ده احنا لو طلعنا باتنين تلاتة في المية دون توافق ما، فيعرض فيما بعد على فخامة الرئيس ثم البرلمان على حسب اختصاصه إلى آخره، ده بالكتير يعني، بالكتير يعني. أنا شايف إنه المسألة حقيقي مزهرة جدا ومثمرة جدا أكتر من توقعات الكل. بل إنه حتى مع في مناقشاتي مع عدد من الشخصيات الرائعة جدا من مربع المعارضة المصرية، هم نفسهم شايفين ان الموضوع شديد الإيجابية، شديد الإيجابية، بل انه ما كانوش متصورين انه نصل الى هذا القدر من تقارب وجهات النظر، مسألة قبول الرؤى المختلفة، الآليات المختلفة زي ما كنت بقولك. وعليه يعني حقيقي انا ادعو كل مواطن انه اتفرج على جلسات الحوار الوطني وتابع ما يخرج منها وشارك بعد اذنك، لانه انا شفت ناس عاديين جدا كانوا موجودين، يعني مواطنين ما هماش معروفين في العمل السياسي وارد، ما هماش معروفين كشخصيات حزبيه وارد الى اخره، ولكنهم اثروا ان هم يكونوا ايجابيين وبالتالي يشاركوا في الحوار، ولقيناهم موجودين جوه الحوار الوطني. لقيت ناس من المواطنين جايين علشان عاوزين يتقدموا بالملفات بتاعتهم بناء على اللي حطوه على الايميل عبر موقع الحوار الوطني. شيء رائع، خليك ايجابي، شارك وتابع الاثنين. طيب خلينا نبدا بقى ايه الاخبار بتاعتنا النهارده. طبعا من المضحكات، الا انه فيها جانب مبكي، من المضحكات جدا جدا انه يتقال اصل وزارة الاوقاف الائمة ليهم تارجت في صكوك الاضاحي. ده شيء يهلك من الضحك انه حد يطلع شائعة بهذا الشكل. المبكي في الموضوع انه بعض الناس صدقت ان في تارجت مستهدفات، يعني كل امام عليه مثلا انه يجي خمس صكوك في اليوم. احنا جينا نهزر يعني؟ انت تصدق انه ده يجرى؟ اصل المسألة كلها متعلقة بالمقدرة المادية وبنيتك، انت عاوز تعمل ده ولا مش عاوز تعمل ده، بس عاوز تعمل الصك ولا عاوز تذبح بنفسك، ولا عندك الملاءة المالية لده ولا ما عندكش الملاءة المالية لده، ايه اللي هيخلي الوزارة تعمل كده؟ وبالتالي شيء مضحك انه كانت تطلع شائعة بهذا الشكل. وبالفعل وزارة الأوقاف نفت تماما هذا الكلام، وأكدوا انه المشاركة في جمع صكوك الأضاحي هو امر اختياري جدا،
وأنه بيتم بشكل تطوعي من قبل بعض الأئمة ودون أي إجبار أو فرض أي جزاءات عليهم. الوزارة هنا بتناشد المواطنين، لو سمحتوا يا جماعة لا داعي أنك تمشي تتسحب تنساق وراء هذا الشكل من الأخبار المغلوطة، وانه عايز تعرف الحاجه لو سمحت ارجع للمصدر الرسمي بس كده خلاص. ده جزء بالمناسبه من واجبنا ان احنا ننقل عن هذا المصدر الرسمي، فاقول لك ايه اللي بيحصل في مساله صكوك الاضاحي على سبيل المثال وما هو متعلق بوزاره الاوقاف. فاصل بقى ولازم نلحق نتكلم شويه على جامعه العربيه والقمه العربيه اللي كانت المملكه العربيه السعوديه. استنونا. اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وعلي العال وميت فل و14. بقى امبارح كان اختتام لوقائع القمه العربيه رقم 32 في جده المملكه العربيه السعوديه، وطبعا بمشاركه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب الطاوله العربيه، ماذا شهدت الطاوله العربيه؟ شهدت الحقيقه مجموعه هامه جدا، من بينها قضيتنا المركزيه فلسطين، من بينها الازمه السودانيه الراهنه، من بينها الاوضاع في اليمن، ايضا ما يحدث في ليبيا ولبنان، وبالقطع عوده سوريا للجامعه بعد 12 سنه. عوده سوريا للجامعه، الحمد لله على السلامه. طيب الى جانب تداعيات بالفعل طبعا بحكم الاوضاع الدوليه، الازمه الروسيه الاوكرانيه، الرئيس الاوكراني زيلانسكي حضر القمه، بوتين فلاديمير بوتين الرئيس الروسي وجه رساله شديده الاهميه للقاده العرب خلال هذه القمه. القمه دي اعتمدت قراراتها فيما يسمى باعلان جده. طيب خلونا نحاول قدر الإمكان نجمع أو نعمل عملية جمع وحصاد لهذه القمة العربية مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ العزب الطيب الطاهر مدير تحرير الأهرام والمتخصص في الشؤون العربية. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك. إزاي الحال؟ كله تمام؟ تماما بعون الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. كيف نحصد القمة العربية أو نعمل حصاد لقرارات القمة العربية تحت عنوان إعلان جدة؟ يعني في البداية دعني أشير أن هذه القمة رغم أنها يعني تعقد بشكل دوري وعقدت بشكل دوري في العاصمة في جدة المدينة السعودية، لكنها اتسمت بمجموعة من العناصر التي يمكن وصفها بأنها قمة استثنائية في مسار القمم العربية، أو واحدة نقول بالأحرى من القمم الاستثنائية. لدينا قمم استثنائية كثيرة في النظام الإقليمي العربي، بدءا من قمة 64 عندما جمع عبد الناصر الزعماء العرب لمواجهة الأخطار الصهيونية، ثم قمة 67، ثم قمة فاس في ثمانينات القرن الماضي أو بداية التسعينات، ثم قمة القاهرة لمواجهة الغزو العراقي للكويت. وهذه القمة تشكل واحدة من القمم الاستثنائية في النظام الإقليمي العربي. لماذا ذلك؟ لأنها عقدت أولا كمية العدد بعد حوالي 12 عاما من تجميد عضوية سوريا، وعادت سوريا للجامعة العربية، فبات الطريق مهيئا لمشاركة الرئيس بشار الأسد في هذه القمة. ثانيا أنها عقدت وسط مصالحات عربية بينية بدأت في منذ أكثر من عامين في قمة العلا الخليجية في السعودية، ثم تمددت حتى وصلنا إلى آخر مصالحة وهي مصالحة قطر والبحرين يعني قبل فترة وجيزة من انعقاد هذه القمة، ومن قبل الإمارات والقطر ثم مصر وقطر. ثم البعد الثالث، هناك أجواء إقليمية مواتية أبرزها التقارب المصري التركي، وهما أحرص أيضا نوعا من التوازن في البنية الإقليمية. ثم جاء التطور المهم المتمثل في الاتفاق السعودي الإيراني والذي قلب كثيرا من المعادلات في الإقليم وشكل اختراقا لكثير من الاحتقانات، والتي أدت فيما بعد إلى ما جرى فيما بين دمشق والرياض، وأيضا حلحلة الأمور، أقول حلحلة الأمور وليس إنهاءها في اليمن. ثم
ما رأيناه من توافق في هذا البعد الرابع، توافق في المنظور العربي في التوافق بين الدول العربية لإعادة تفعيل الدور العربي في التعاون مع الأزمات العربية، وهي قناعة للإنصاف بدأت مع قمة الجزائر التي عقدت في نوفمبر الماضي، وهذه القمة كرست هذا الشعور القوي بتنامي بأهمية وتنمية ودفع الفاعلية العربية نحو التعاون مع الأزمات العربية، لأن العرب في حقيقة الأمر غابوا أو بالأحرى غيبوا عن الأزمات العربية خلال العشرية الماضية، فترك ذلك مساحة من فراغ استطاعت أطراف إقليمية ودولية أن تسده، وللأسف لم يكن في صالح هذه الأزمات ولكنه فاقم منها، وهو ما جعل صف التحديث بالأمس يتكلم عن أن تدخلات يتكلم عن أهمية وقف التدخلات الخارجية في أزمات الإقليم لأنها فاقمت من هذه الأزمات، ودعا أيضا صف التحديث في هذا السياق لتفعيل الدور العربي في كلمته المهمة في هذه القمة. نعود نأتي إلى إعلان جدة. إعلان جدة الذي يمثل خلاصة القمة أو كما وصفتها أنت حصاد القمة، وجسد التوافق العربي بشكل ملحوظ، ربما لأول مرة في القمة العربية لم نرصد هناك تحفزا من هذا الطرف العربي أو ذاك، رأينا مشاركة فاعلة من الرئيس بشار الأسد رغم أن هناك بعض الدول العربية المتحفظة على عودة سوريا، لكنها في إطار قناعتها بأهمية توفير بيئة حاضرة للتوافق العربي لم تتقدم بملاحظات أو بتحفظات، ومن ثم مرت الأمور في هذه القمة ومن قبل في الاجتماعات الوزارية العربية التي عقدت في السابع من هذا الشهر في القاهرة، مما جعل الأمور ميسرة أمام عودة سوريا وأمام تحقيق رؤية عربية ومنظور عربي جديد للتعامل مع معطيات الإقليم وأيضا مع التحديات الدولية الخطيرة التي ربما جسدها بشكل أو بآخر وجود رئيس الأوكراني في هذه القمة والتي أشرت إليها أنت في مقدمتك، ثم رسالة بعث بها الرئيس بوتين للقمة ومشاركة الرئيس زيلينسكي في هذه القمة، وثم سيد بوتين تؤكد أن العالم أن نظام الإقليم العربي يقف على الحياد في هذه القمة، ورأيناه هذا النظام عبر لجنة وزارية شكلها الجامعة العربية شكلها المجلس الوزاري للجامعة العربية الذي عقد فور اندلاع الأزمة بطلب من مصر، وقرر تشكيل لجنة وزارية بعضوية مصر وأطراف عربية أخرى الأمين العام للجامعة العربية، وتوجه هؤلاء الوزراء إلى كل من موسكو وإلى بولندا، في موسكو التقوا بوزير الخارجية الروسي لافروف، ثم في بولندا التقوا بوزير خارجية أوكرانيا وقدموا مقترحات للحل السلمي، ولكن كما يبدو أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا خارج نطاق السياق العربي ونطاق أطراف أخرى، لأن هناك الآن حربا حقيقية بين روسيا من جانب وبين أمريكا ودول الغرب من جانب آخر، وميدانها الرئيسي هو أوكرانيا. طيب أستاذ عزب، يعني كيف ترى أنه القمة خرجت بأنه الأزمة السودانية الراهنة بتوصيات القمة أنه يجب العمل على حلها، ولكنها باعتبارها أزمة داخلية سودانية، يعني تشوف هذه التوصية في أي إطار؟ أنا أشوف أراها في إطار أن هناك شعورا بالخطر داخل النظام الإقليمي ولدى القادة العرب من أي تدخلات إقليمية في الوضع المتفاقم في السودان، أو متدخلات خارجية بالأحرى لنجعلها يعني سامية سواء من قبل الإقليم أو من قبل دول خارجية، لأن كما ذكرت قبل ذلك التدخلات الخارجية في أزماتنا العربية سواء في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن أثرت بالسلب ليس على هذه الأطراف فقط التي دمرت البنية السياسية إن صح التعبير والبنية الاقتصادية والاجتماعية، بل وبنية الدولة ذاتها، يعني هناك دول عربية ربما ليبيا أو اليمن أو سوريا صنفت في مرحلة ما بأنها دول فاشلة، ومن ثم يخشى القادة العرب من أي تدخل خارجي في هذه الأزمة السودانية المشتعلة منذ أكثر من شهر، وهو ما يمكن أن يقود إلى تفاقم الأزمة، بل لأن هناك بالفعل أطراف إقليمية لها ارتباطات مع هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي الخطر المحدق بالسودان من هذه التدخلات التي ربما لم نلحظها بعد بشكل واضح ولكنها بالتأكيد حدثت بالفعل تحت بعيدة عن الأضواء، هي ما يحذر منه القادة العرب
حتى يمكن أن توضع الأزمة السودانية في سياقها الصحيح الذي يوفر أمام الدول العربية المساهمة بحلها، وخاصة أن هناك لجنة وزرية عربية قررها وزراء الخارجية العرب عندما اجتمعوا في القاهرة خلال الأسبوع القبل الماضي، مشكلة من مصر والسعودية والأمين العام للجامعة العربية، وعقدت هذه اللجنة بالفعل اجتماعا على هامش قمة جدة. ولكن المأمول الآن هو في مباحثات جدة لتستضيف السعودية، وهي مبادرة بالأحرى سعودية أمريكية لجمع الطرفين، وتوصل إلى اتفاق قبل أكثر من أسبوع له أبعاد إنسانية، واليوم من المرتقب خلال يعني وقت قصير الإعلان عن هدنة إنسانية لمدة 10 سنوات، وذلك لتهيئة الأجواء نحو اتفاق وقف إطلاق نار مستدام. وهنا ما هو ده يخلي كله من اي تدخل سواء اقليمي او دولي. طب ده يخلينا برضو نقعد، ممكن هفكر مع حضرتك بصوت عالي، انه احنا بنتكلم على المباحثات او مباحثات جدة المتعلقه بالازمه السودانيه الراهنه، هل من الممكن انه هذه المباحثات تنجح في حال عدم الالتزام؟ وعدم الالتزام واضح، يعني احنا كل يوم 3-4 اخبار على عدم الالتزام بوقف اطلاق النار. ازاي انا قاعد على طاوله الحوار والتباحث لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة وفي نفس الوقت لسه في ضرب في المدن السودانية؟ لا، أنا أود أن أشير فقط إلى أن ما يجري في جدة الآن أو منذ حوالي 10 أيام أو أكثر أو أقل هو لدفع الطرفين لاتفاق إنساني، اتفاق إنساني، وتم بالفعل الإعلان عن هذا الاتفاق تحت ما يسمى بإعلان جد أيضا لتمهيد الطريق أمام إرسال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات أمن أمام المدنيين حتى يتم إبعادهم عن المعارك. لكن لم يتم التباحث بشكل واضح ومحدد على اتفاق وقف إطلاق نار ومسدام، والهدنة الإنسانية أيضا التي سوف يتم إعلانها يعني خلال وقت وجيز من اليوم، أو قد يكون قد تم الإعلان عنها بالفعل في خلال الفترة الماضية، هي أيضا ذات أبعاد إنسانية، ولكن هذه الهدنة الإنسانية إن صح التعبير تهدف إلى دفع الطرفين إلى الاقتناع بالتفاوض الجاد والحقيقي بوقف إطلاق النار، يدفع بالأمور إلى التهدئة العسكرية وإلى أن يتم سحب القوات التي تتداخل مع المواطنين السودانيين في أحيائهم الشعبية ومساكنهم وأماكن خدماتهم والمستشفيات، ولتحولتها على سبيل المثال قوات ما يسمى بالدعم السريع إلى مناطق عسكرية لها وهي تحتمي بها، وهم يجعل ربما الجيش السوداني كما أعلن مسؤوله أكثر مرة أنه لم يتدخل بشكل حاد وصارم لأنه يحافظ على المدنيين. صحيح. ومن هنا تظل الإشكالية كبرى في السودان، نحتاج إلى عقلانية، نحتاج إلى، لأن أنا يعني هذه الحرب بالذات دفعتنا لأن أتساءل ما الذي جرى للشخصية السودانية التي نعرف عنها الخلق الدمس الهدوء عدم القابلية للاستفزاز، والآن نجد قوات يعني شكلت بشكل أو بآخر وأصبحت جزء من المنظومة العسكرية في السودان تدخل في حرب، بل وتبدأ هي الحرب ضد القوات المسلحة، ونرى قتالا عنيفا رأينا نتائجه في عشرات الألوف من النازحين في الداخل واللاجئين في الخارج، ثم أوضاع متدنية تدمر مستشفيات. دي مسألة شديدة الصعوبة، ويمكن كان أشار إليها الفريق أول عبد الفتاح البرهان في حواره مع قناة القاهرة سابقا على رؤيته لاستقرار الأوضاع للسودان، والحقيقة أنه وضح في أكثر من مرة داخل نفس ذات الحوار أنه حتى تستقر الأوضاع يجب الالتزام من قبل قوات الدعم السريع على حسب كلامه. أنا بشكرك جدا الأستاذ العزب طيب الطاهر، كاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير الأهرام والمتخصص في الشؤون العربية. يبقى أنه عودة سوريا للجامعة العربية مرة تانية تبقى هي جوهرة التاج في هذه القمة، غير كده على ما يبدو أنه إحنا لازال قدامنا وقت طويل إلى أن نستقر في هذه المنطقة. نتمنى أن الوقت ده يبقى قصير الحقيقة، نتمنى جدا أن الوقت ده يبقى أقصر مما يمكن، ومرة واثنين وثلاثة وألف، كل ما الأزمة السودانية طولت
كل ما الأزمة أصبحت أكثر خطورة مش بس على السودان ولكن على كل المنطقة، وتحديدا أو بشكل أكثر تحديدا أو الخطورة هتبقى داهمة على وسط إفريقيا وعلى مناطق الشمال الإفريقي. كلما دولت كلما زادت حدة الأزمة، كلما تم حصر الأزمة في إطار طرفيها زائد المجموعة العربية اللي من الممكن أن تساعد في هذا الاحتواء، يبقى احنا ماشيين ناحية بر الأمان بس كده. أي طرف أجنبي هيخش مش هيؤدي إلى أي نتائج. الأجانب مش عايزين مصلحتنا، لا مصلحتنا ولا مصلحة السودان خالص. الأجانب عايزين مصالحهم هم بس، حتى لو جابوا المنطقة كلها على الأرض. الأمس ليس بعيد خالص، وما تظنش أن التصورات اختلفت. تعال أخدك وروح على حاجة تانية. كام واحد فينا خبط في الحيط زي ما يتقال كده، لبس في الحيط بسبب إعلانات وهمية، حاجات يطلب أنه مثلا يشتريها بناء على إعلان موجود على شاشة من الشاشات، وبعد ما يدفع الفلوس بخ. شاف إعلان على السوشيال ميديا بعت لهم الفلوس عشان يوصلوا له الحاجة بخ. حد تم يعني العبث بطموحاته وبأحلامه عبر برضه إعلانات وهمية وبخ. من ضمن الحاجات ومن آخرها على سبيل المثال رصد وزارة السياحة والأثار لإعلانات وهمية بتعمل إيه بقى؟ شوف هنا بقى المصيبة الكبرى. التسويق هنا بقى، أنا مش بتكلم على حلم ولا طموحات برجوازية ولا اشتري بضاعة، لا ده أنا راجل عايز أروح أزور بيت ربنا، عايز أروح أحج، فيتم استغلال ناس بتحلم بأداء الفريضة. يعني حلمها أداء الفريضة، ممكن يكون عاش عمره كله عمال يحوش عشان أداء هذه الفريضة، واللي ربنا وصفها بمن استطاع إليها سبيلا. تيجي بقى شركات تقوم بالتسويق لرحلات حج مباشر، هي بتقال عليها الحج من غير القرعة، للي عنده تأشيرة لزيارة المملكة العربية السعودية. فرق كبير ما بين تأشيرة المملكة ان انت رايح المملكة العربية السعودية وما بين ان انت عندك تأشيرة حج. يعني لو عندك التأشيرة بتاعت المملكة هتقدر تروح كل المملكة إلا مكة والمدينة، ما ينفعش، ممنوع. طب ولو عملت كده هتتعرض للعقوبة؟ طبعا طبعا، على حسب ما بيقر قانون المملكة العربية السعودية في لستة من العقوبات على أي شكل من أشكال التهرب التسلل إلى آخره. فوزارة السياحة بتأكد بتقول يا جماعة دي إعلانات مضللة، ده كذب، دي إعلانات وهمية، لأنه تأشيرة الزيارة ملهاش علاقة خالص بأداء مناسك فريضة الحج. واللي أكد الكلام تاني أفندم أدخل على الموقع بتاع وزارة الحج السعودي، وزارة الحج والعمرة، وزارة الحج والعمرة في السعودية بيقولوا يا جماعة عندهم منشور واضح على مواقع التواصل موجود هذا الكلام على موقعهم. خلونا ناخد معانا على التليفون أستاذة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والأثار. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ يوسف، إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم. هي وصلت لدرجة إنه ناس تعمل إعلانات علشان الحج وفي الاخر خلاص يعملوا فيهم، عاوزين يهربوهم يعني ولا عاوزين يعملوا ايه؟ لا هم صفحات، هي مش شركات للعلم، ما هي مش شركات مقيده بالتاكيد على طبعا. على موقع التواصل اشخاص بيروجوا الحج ده، بيقولوا ان هم يقدروا ياخدوك زياره عن طريق الرياض، عن طريق اي مدينه اخرى غير طبعا جده ومكه والمدينه. وبيقولوا ان هم عندهم الصلاحيه دي ان هم يقدروا ينظموا الرحله من هناك، وطبعا اللي بيتوجه ليهم هم ما فيش اصلا مقرات ليهم، معظمهم ما فيش مقرات. احنا عندنا فريق عمل مختص بيرصد الظواهر دي، وبننسق مع الجهات الشرطيه كلها، مباحث الانترنت ومباحث الشركات وشرطه السياحه، وبنتوجه للاماكن دي وبنصدر لها قرارات بنغلقها وبنحيل بعضها للنيابه العامه. ف الناس عندها طرق كتيرة جدا لأنها تتواصل معنا،
بأكتر من طريقة علشان تتأكد هل الإعلان ده من شركة ولا من حاجة كيان وهمي. وسائل التواصل بتاعتنا موجودة، الخط الساخن وموقع الوزارة نفسه، الموقع الإلكتروني، بيقدروا يدخلوا يكتبوا اسم الشركة، لو ما ظهرتش يبقى الشركة دي وهمية، يقدروا يتواصلوا معانا. غير ان احنا طبعا الرصد اللي احنا عاملينه، والناس لازم تبقى عارفة ان الحج في مصر بتنظمه الجهات الرسمية فقط، اي حاجة تانية هي حاجة وهمية، وهيتعرض الحج للنصب. وللأسف السعودية بتاخد إجراءات قوية، لأن هي فعلا السعودية بتبذل مجهودات رهيبة جدا في تنظيم الحج. صحيح. والحج بيطلع بشكل منظم وعالي الترتيب جدا، فإحنا صحيح. مش عايزين برضو نسيء للتنفيذ ده، ولا حد مننا يتعرض لأي مخالفة هناك، فيبقى شكلنا احنا كلنا مش كويس. اصل هي حاجتين الحقيقه، ما اظنش ان ليها تالت. اول حاجه انه احنا بنتكلم على حد عاوز يعمل حج، فهل ينفع اعمل تحايل في اداء الفريضه؟ يعني هكذب عشان اقضي الفريضه، او احاول اتسلل عشان اقضي فريضه؟ دي غريبه جدا. ما برضه فندم مفيش حد يعني ايه للدرجه دي ساذج. انا لما اجي اقول لك هطلعك الحج بس عن طريق التاشيره العاديه بتاعه المملكه، فهتنزل لي في مطار الرياض بدل مطار جده، واحنا هنعرف ندخلك، بتبقى باينه قوي يعني. فمش طبعا. صح انه حد يعني يمشي في السكه دي. الحاجه الثانيه بنتكلم على دوله في الحاله دي المملكه العربيه السعوديه لديها منظومه قوانين وقواعد، حقهم ان احنا نلتزم بهذه المنظومه طبعا. من القوانين والقواعد، زي ما انا حق ان الناس لما تجيلي تلتزم بمنظومه القوانين والقواعد المعمول بها في بلادي. واظن طبعا ده هم بيبذلوا فعلا جهود رهيبه جدا في التنظيم. ده صحيح، ده صحيح 100%. طب لو انا لقيت اعلان زي كده على السوشيال ميديا، هتواصل بقى مع الوزاره عن طريق ايميل، ولا في حاجه زي تشات بوت اقدر اتواصل عليه فبقول له مثلا شركه كذا هيرد عليا التشات بوت؟ هو حاليا في الخط الساخن وفي موقع الاداره المركزيه للشركات. ماشي. اول ما بيكتب الاسم ده بيظهر اذا كان شركه او مش شركه، فنحن تمام. اولى بها زي ما بيتقال. تمام. أشكرك يا فندم، كل الشكر ليك يا فندم، كل الشكر الأستاذة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار. حضرتك أول ما تلاقي الإعلان، شاكك مش شاكك، بعد إذنك تواصل على طول مع الوزارة، هيقولوا لك الشركة دي في التمام، الشركة دي مش في التمام. طيب خلينا نكمل بقى إيه في التمام فيما يتعلق بالعملية التعليمية. علشان تنضبط العملية التعليمية وتحديدا ينضبط سير الامتحانات في مصر، دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والضوابط المنظمة لامتحانات الإعدادية، الشهادة الإعدادية نفسها، ثالثة إعدادي. طيب سارية من إمتى؟ من العام المقبل. امتحانات الشهادة الإعدادية تتعمل بنظام البوكلت بداية من العام اللي جاي بإذن الله، علشان ما يتمش تداول لورقة الأسئلة. ده على سبيل المثال ظرف الأسئلة بيتفتح جوه اللجنة مش بره اللجنة، طبعا ده هيمنع الغش، يمنع التداول إلى آخره. في علامة مائية ووتر مارك بتخص كل إدارة تعليمية، اصطحاب الهواتف المحمولة مع المراقبين الملاحظين القائمين على الامتحانات داخل اللجنة ممنوع. يعني مفيش حد هيخش اللجنة بتليفون. طيب نزود على ده بقى زيادة الإجراءات اللي بتمنع اصطحاب الطالب للهاتف المحمول، مش هتعرف تهرب التليفون بتاعك جوه اللجنة. خليني أفهم أكتر حول هذه الضوابط مع زميلنا وصديقنا العزيز الأستاذ شادي زلط، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. ازيك يا شادي؟ ألو. أهلا بيك يا يوسف، تحياتي ليك أستاذ المشاهدين. ازيك، عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. الصوت الظاهر في ديلي. عايز يا شادي بعد اذنك انت هتشرح لنا يمكن بشكل افضل مني بكتير الضوابط الثلاثه او القرارات الثلاثه اللي صدروا من معالي الوزير واللي هتتنفذ بدءا من العام القادم باذن الله. طيب خليني بس ااكد في الاول يا يوسف ان القرارات اللي صدرت النهارده هي استكمال وللاجراءات اللي اعلن عنها الدكتور رضا حجازي خلال الفترات الماضيه والفعاليات المختلفه عن الاجراءات المتبعه لضمان سلامه سير العمليه الامتحانيه. الحقيقه ان احنا
كل ما بنتحرك خطوه للامام بيبقى في تحدي من التحديات اللي بنواجهها، واللي بالتالي احنا بنبتدي ناخد معاها اجراءات مختلفه علشان خاطر نزود الـ يعني كل سبل ضمان انتظام عمليه الامتحانات بما يحقق تكافؤ الفرص والعداله ما بين الطلاب. اذا كان بعض الطلاب او بعض حتى اولياء الامور اللي بيشتكوا ان في جروبات مثلا متعلقه بالغش، في ناس غشت، في ناس مش عارف عملت ايه، احنا كوزاره بنبذل جهود كبيره جدا عشان نضمن سلامه الانتظام السير عمليه الامتحانات بشكل كامل. طيب الاجراءات اللي اعلن عنها الدكتور رضا حجازي النهارده فيما يتعلق بالعام القادم هو تطبيق نظام البوكلت. ليه تطبيق نظام البوكلت في الامتحانات الاعداديه؟ لان طبعا احنا يعني تردد الينا يعني ان في مثلا عدم فهم ايه هو نظام البوكلت، وان ده كان موجود في نظام الثانويه وازاي يطبق في الاعداديه. هو ما فيش تغيير في نظام الامتحان، هو نظام البوكلت كل الموضوع فيه ان هو كراسه، هي كراسه اسئله واجابه موجوده في كراسه واحده، كل سؤال هيبقى تحتيه المكان الكافي للاجابه بتاعته. يعني كل ورقه مثلا فيها سؤال وتحتها المكان الخاص بالاجابه اللي هيجاوب فيه الطالب. فبالتالي اصبح مفيش ورقتين منفصلتين، مفيش ورقه اسئله لوحدها ياخدها الطالب مع لوحده وهو خارج. ايوه. ويسلم كراسه الاجابه، لا هو كله هيبقى في مكان واحد. طب ايه الهدف من ده؟ الهدف من ده هو يعني تصعيد محاولات الغش لو في حاله حدوثها، في حاله حدوثها. يعني احنا بناخد كل الاجراءات والاحتياطات، ولكن اللي بيطلع لو في حاله ان في طالب طلع تليفون او في حد طلع تليفون وصور، هو بالتالي مش هيقعد يصور 10 ورقات كل سؤال على حده لوحده. انا بس بشرح علشان اوضح الامور بشكل افضل. يعني لا، ورقه الاسئله اللي موجوده دلوقتي لو في حاله ان تم تصويرها بتتصور بالكامل. في البوكلت لا، البوكلت هو كل سؤال في ورقه لوحده تحتيه مكان كامل للاجابه، وبعدين بيقبل الصفحه يدخل على السؤال الثاني وتحتيه مكان كامل للاجابه وهكذا. حلو جدا. ده كان اجراء، وبالتالي مش هيبقى في مجال مهم، يعني مش هيبقى في مجال ياخد الورقه بتاعت الاسئله ويطلع بره اللجنه. كان زمان بقى وانا في المدرسه ده كان يجي من 30 سنه اكتر كمان، فزمان كان واحد يخلص في البدري بدري وياخد الامتحان، ما كانش لسه في موبايلات طبعا، ياخد الامتحان ويطلع ويبدا بقى ايه يقف من الشباك بتاع المدرسه يملي اجابات في ميكروفون وبتاع، فكده بخ. حتى الطريقه القديمه لا. التقليديه دي كده خلاص بخ، ما حدش هيعرف ياخد ورقه اسئله ويطلع بره اللجنه. هو هو هو, هو الموضوع او السيناريو اللي بتحكي عليه يوسف هو ده اللي مش بيحصل. يعني هو واحنا لو بنتكلم على حتى ان في تليفون خرج تصور ورقه الاسئله سريعا وبعتت على اي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي، احنا حتى هناخد اجراءات ضد ده تصعب حتى اي حاجات مبتكره او اساليب مبتكره للغش الالكتروني. حلو. يعني هو التحدي اللي موجود هو الاساليب المبتكره للغش الالكتروني، من هنا بنواجهها باجراءات مختلفه. حلو. من هنا بيجي القرار بتاع محدش يخش اللجنه بموبايل، لا مراقب ولا مدرس ولا تلميذ ولا حاجه، صح؟ هو طبعا القرار المتعلق بعدم دخول الطلاب اللجان بالتليفون او بالهاتف المحمول ده اوريدي موجود، يعني ده فعلا موجود بيتم اتخاذ اجراءات فيه طبعا بشكل صارم. ولكن هو النهارده الجديد ان ما فيش حتى مراقبين او المنتمين لاي لمنظومه الامتحانات داخل اللجنه، مش هيبقى ممنوع ان هم يستخدموا الهاتف المحمول او يدخلوا بيه اصلا. فهيبقى ده يعني كصمام امان ان ما يبقاش في اي وسيله الكترونيه يتم استخدامها باي شكل من الاشكال لاي حد قد يتورط او قد يعني يفكر ان هو يحاول يقوم بعمليه تداول او عمليه غش الكتروني لورقه الامتحان. يعني المراقب يسيب تليفونه بره الباب، ما يعديش باب اللجنه. الاجراء الاصعب ان هو هيتم كمان الظرف، هيبقى فيه ظرف جوه كل ظرف 20 ورقه اسئله هتتوزع، هتتفتح جوه اللجنه مش بره اللجنه. وكمان هيبقى لكل اداره تعليميه علامه مائيه او ووتر مارك زي ما قلت، عشان خاطر لو في حاله ان تم حدوث اي محاوله للغش يتم تحديد اللجنه على الفور في ظرف دقائق، وبالتالي يتم رصد المتسبب
في محاوله الغش وطبعا اتخاذ الاجراءات ضده. طيب ده معناه انه المراقب او ايا كان من القائمين على عمليه الامتحان موبايله ما بيعديش بيه باب لجنه الامتحان، صح؟ بالظبط يا استاذ يوسف. طيب السؤال بقى، هيتم اتخاذ اجراءات حاسمه في الموضوع ده ازاي؟ معلش اعذرني، ازاي؟ هل هيبقى في حد هو يعني مسؤول؟ زي ما هيبقى في تفتيش للطالب يعني عند دخول اللجنه، هيتم ايضا برضو التاكيد على المراقبين وتفتيشهم عند دخول اللجنه، والتاكيد على عدم وجود اي هواتف محموله او اي وسائل الكترونيه حديثه يتم استخدامها في الداخل. حلو جدا. طيب لو افترضنا جدلا، انا معاك يعني خدني على قد عقلي، حد قال لا ده ما اقدرش اسيب التليفون، جدي في المستشفى، ممكن يحصل امر طارئ، انا ما اقدرش اسيب التليفون من بره، هنعمل ايه؟ انا لو منك اقول له روح. الاجراءات عامة يوسف ولا يوجد اي استثناءات، والحقيقه ان الدكتور رضا حجازي يعني مصر وشدد بشكل كبير جدا، حتى في زيارته النهارده او التصريحات دي اللي كانت متزامنه مع زيارته النهارده في الدقهليه، شدد بمنتهى الحزم على ان الاجراءات اللي هيتم تنفيذها هتنفذ بكل دقه وبصرامه وما فيهاش اي استثناءات. اللي يهمنا هو ضمان انتظام الامتحانات بشكل كامل، علشان خاطر الطلاب يبقى في مبدا تحقيق مبدا العداله وتكافؤ الفرص ما بينهم، وعلشان كمان الامتحانات تخرج بشكل سليم. احنا بنتكلم طبعا الشهاده الاعداديه خلاص خلصت يعني، فاحنا بنتكلم كمان على فيما يتعلق الاستعدادات الخاصه بالثانويه العامه، يعني احنا داخلين دلوقتي كمان على الثانويه العامه، فهيبقى في اجراءات مشدده وجهود مبذوله لاقصى درجه ممكنه علشان نضمن ان المنظومه الخاصه بالامتحانات تخرج بشكل سليم ودقيق وما بقاش فيها اي تحدي او مشكله باذن الله ان شاء الله. بالطريقه دي اظن هيبقى في استحاله ان انا الاقي صفحات على الفيسبوك بتنشر الاسئله والاجوبه، صح؟ هو خليني اقول لك يا يوسف منتهى الصراحه، هو احنا لو كوزاره بنبذل مجهود، هو المفروض ان في مسؤوليه مشتركه، ما بيننا كوزاره وما بين أولياء الأمور في توعية الطلاب وكمان القائمين معانا على المنظومة. يعني هنا في مسؤولية مشتركة ما بين عدة أطراف لازم كلها تبقى متعاونة بشكل كامل عشان نقدر نحقق أو نخرج بالنتيجة التي تليق بمنظومة الامتحانات واللي بتحقق يعني إعطاء كل طالب حقه ونتيجته نتيجة اجتهاده في المذاكرة. يا رب، لعل وعسى زي ما بيتقال. أشكرك أستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. أنت عارف شعوب البحر المتوسط، أنا من الناس اللي مؤمنين بأن عندهم فائض ذكاء، شعوب البحر المتوسط بشكل عام فائض ذكاء، شمال بقى حوض المتوسط، جنوب المتوسط، شرق وغربه، فائض ذكاء. الفائض يعني الذكاء نفسه بيتم استغلاله في ان هم علماء، فلاسفه، كتاب، مفكرين الى اخره، عشان كده عملوا الحضارات العظيمه اللي موجوده على حوض المتوسط، واهمها واعظمها اقدمها واكبرها كان الحضاره المصريه، وده مش كلام يعني، ده كلام اي حد في الدنيا يعني ما بي 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 بيعرف تاريخ. لكن الفائض بقى هو اللي بنسميه الفهلوه. خلي بالك الفهلوه دي ما هياش حاجه وحشه، ده هي فوائد من الذكاء مش عارفين نعمل بيها ايه، فنبدا نتحايل، وده دايما اللي بيقلقني، فوائد الذكاء اللي عندنا عند مثلا اخواننا الطلاينه، اخواننا اليونانيين، الخ الخ، احنا عندنا فائض ذكاء فبنروح مستخدمينه كده ساعات استخدام، عشان كده تلاقي شعوب البحر المتوسط فعلا، خلي بالك خفه الدم اللي احنا بنسميها الافيه دي، وانه يقول لك ده صاحب افيه وصاحب افيه ودمه خفيف، دي سرعه بديهه، وده من ضمن فوائد الذكاء. يعني هتلاقي دايما الاذكياء دول هم اللي عندهم الفائض ده، مش كده يا يونس ولا انت ايه رايك؟ عنده خيال اهو، مثقف موسوعي زي الدكتور محمد فتحي يونس رئيس تحريرنا للهمام، ايدني في دي ان هو مهتم اصله بالحاجات اللي زي كده، فعنده خيال وعنده سرعه بديهه، فيروح هوب تقول الكلمه يروح مطلع لك عليها 10 حاجات تموتك روحك من الضحك وتتريق على نفسه وبتاع، وحدوته بنت لذينه كده. انا عايز فائض الذكاء نوجهه لما هو ايجابي برضه. بلا يا رب يا رب
تستمر العمليه مثلا، هنشوف كده التجربه بتاعت الثالثه ثانوي السنه دي او الثانويه العامه ماشيه ازاي في حال قرر المواطن المصري ما يستخدمش فائض الذكاء اللي عنده. استخدم ذكائك كله، طاقته في الامتحان. اما بقى هنقول للعيال ما تغشش وبتاع، بتكلم على تغيير ثقافه عامه، وبالمناسبه ده تغيير ثقافه انساني. امريكا فيها غش، عشان بس تبقى فاهم يعني. غش بالعبيط. يعني المهم. تعالى نروح على، انا مش عاوز استخدم المصطلح التجاري ولكن الشعريه سريعه التحضير، احنا كلنا بنستخدم ايه؟ بنستخدم مصطلح تجاري كده. مش هستخدم مصطلح تجاري عشان دي ماركه، فانا مش عايز اضرب الماركه يعني. لكن الشعرية سريعة التحضير، أنا مش عارف هي دخلت لنا إزاي يعني، بس هي دخلت وخلاص، يمكن عندي تصور هي إزاي جت لنا مصر. كناش بنستخدم فيها أنواع بقى كتير بقى، والله ده مش عارف في شعرية الكوري، لأ ده في الياباني، لأ ده في الصيني، لأ ده في الماليزي. بما إني راجل محب للأكل أقدر أقول لك إنه كل منطقة جنوب شرق آسيا عندهم، كل بلد فيهم عندهم أربع خمس طرق على الأقل في الشعريه سريعه التحضير والشوربه بتاعتها والطعم بتاعها، ومعموله يا ترى من الرز ولا معموله من القمح، ومضاف عليها ايه، ودي منزوعه الجلوتين ودي مش منزوعه الجلوتين، ودي شفافه ودي مش شفافه الى اخره. والنكهات طبعا المختلف. الاكل الكوري اكل حلو لابعد الحدود. انا عمري ما سافرت كوريا، انا اكلت الاكل الكوري بره مصر بالتاكيد، والحقيقه بره كوريا الى ان يسعدني الحظ. أجرب الأكل الكوري اللي بتفرج عليه بقى في التلفزيون جوه كوريا، حدوتة. وبالذات الكيمشي الكوري الأصلي، كرومب كده بيتخلل بطريقة معينة عندهم، حاجة إيه حدوتة بقى. المهم، حصل في الفترة الأخيرة ضجة ما بعدها ضجة على السوشيال ميديا بعد ما تسببت شعرية سريعة التحضير على الطريقة الكورية في وفاة شاب. خلونا بس نبقى متأكدين من حاجة، الأكل الكوري مش وحش، الأكل الكوري مش بيتسبب في مشاكل خالص، بل بالعكس يعني. عايز أقولك أنه أكل صحي جدا جدا، ومليان خمائر مفيدة للجسم وحاجة عظمة يعني. لكن بيبقى السؤال، أنا جايبه منين؟ ويا ترى هو صلاحيته كويسة ولا منتهى الصلاحية؟ طب متحضر ازاي؟ طب الشركة اللي بتبيعه دي يا ترى هي شركة سليمة ولا مش سليمة؟ طب الشركة دي تحت السلم يعني وبيدعوا ان هم شركة كوري؟ طب الشركة اللي مستورداه يا ترى هم ضاربين الاكسبايري ديت بتاعه ولا لا؟ طيب انا لما اجي اكل اكل، وبالمناسبة جهازك الهضمي بيتعود على حاجة، لما تيجي تديله أكلة تانية هو مش متعود عليها بالضرورة هيحصل لخبطة. يعني لو انت مش متعود على الاكل الهندي وانت ايه بقى هتاكله في قلب الهند في احلى مطعم طازه بطازه، هتتعب، لسه مش متعود عليه. الا انه ايه المفيد وايه اللي مش مفيد، واستخدمه ازاي وايه اللي ما استخدموش خالص. ما يفيدنا في ذلك اهل العلم في هذه الحاله، الدكتور محمد منيسي استاذ الجهاز الهضمي والكبد بكليه طب القصر العيني. اهلا بيك يا دكتور محمد. يا اهلا، اهلا وسهلا. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ ربنا يخليك يا استاذ يوسف. يا رب يخلي حضرتك يا فندم. دكتور محمد، الناس بتتكلم على شاب كل شعرية سريعة التحضير على الطريقة الكورية كيفما نسب في الخبر أو كيفما ذكر في الخبر، فأدت إلى وفاته. أنا أول سؤال هسأله، وإيه اللي ممكن يؤدي للوفاة لما أكل شوية شعرية بشوربة وعليها شوية توابل؟ صعب ان انا اقول ان الشعريه قد تسبب الوفاه لاي حد في الدنيا. الشعريه دي احد مشتقات القمح، سواء معموله من قمح معموله من حبوب اخرى مخلوطه معاه، فده مستحيل يعمل لنا ادنى مشكله باي نوع. لكن في حاجه اسمها تسمم غذائي، احنا ممكن يجي لنا تسمم غذائي من لبن، ممكن يجي لنا تسمم غذائي من شوربه، ممكن يجي لنا تسمم غذائي من الرز نفسه، الرز اللي اعيد طهيه ممكن يعمل لنا نوع من البكتيريا اسمها باسيلا سيريلس. البيض لو في بيض ممكن يجي لنا منه سالمونيلا. طبعا بعض انواع من اللحوم لو تم حفظها بطريقه غير مظبوطه، زي عندنا في مصر الفسيخ، هيجي لنا كولستريديوم تيتاناي اللي هي بتعمل لنا التيتانوس اللي احنا بنعمل منها البوتوكس. الفراخ لو مش كملت الطهي بعض انواع اللحوم لما بنجففها وتتعمل بطرق مختلفه في اماكن كثيره من العالم. احنا شبهنا اللي عندنا الفسيخ، يعني لو تم تفسيخه بشكل مش مظبوط هيحصل لنا نوع من البكتيريا اسمها كوليستريديوم بوتيوليزم. الكوليستريديوم بوتيوليزم دي اللي بنعمل منها البوتوكس، يعني احنا شرها قاتل
لكن ممكن تستخدم في العلم للبوتوكس على سبيل المثال. فاحنا عندنا نزلات معوية، ممكن نزلات المعوية تؤدي إلى جفاف وفشل كلوي، فاحنا عندنا أسباب كثيرة للموت بالطعام، وده على مستوى العالم منذ فجر التاريخ. عشان كده ابتدى يتكلموا زمان طريقة الحفظ بالتمليح، ثم لما ظهرت التلاجات ما بقيناش نسمع هذا الكلام. يعني في لبن بره التلاجة لمدة 6 ساعات ممكن يعمل لنا نوع من التسمم بالبكتيريا الستاف أوريس، قد تكون قاتلة لبعض الناس. أوبا. طيب، فالتسمم الغذائي كتير جدا وأنواعه كتير، وبعدين في الإصابات مش بس الإصابات بالتسمم الغذائي، يعني في إصابات بقى مش بتؤدي إلى بالتوكسايد، لكن عندنا مثلا الإصابة بفيروسات غذائية زي فيروس ألف الكبدي، وده هيقعد معنا شهر. الإصابة البكتيرية ممكن يجيلنا من لحمة بروسيلا، وممكن يجيلنا تيفود من البيض واللحمة. طيب ساعات يا دكتور، انه كنت اقرا كتير على الموضوع ده، انه انواع الشعريه سريعه التحضير على الطرق الاسيويه المختلفه بيبقى فيها نسب املاح عاليه جدا، ممكن تتسبب في مشاكل في الكلى، تتسبب في مشاكل في الدم الى اخره، هل ده صح ولا بالإجابة لا؟ لان هي معموله من خلوط، يعني مخلوطات من الحبوب. كان اشهر شركه هي الاندونيسي اللي احنا اللي تسمى على اسمها احد الحاجات الشهيره حاليا. هذه الاكلات موجوده كما نعلم في استراليا ونيوزيلند، وموجوده في ماليزيا، وموجوده في كندا، موجوده في امريكا، موجوده في انجلترا، وبتبيع بارقام مرعبه عالميا بالبليونز يوميا، يعني كعدد وجبات. وابتدى هذا الأكل ينتشر من السبعينات، يعني أول حاجة ظهرت يعني كأكل عالمية أو انتشار عالمي مع تأسيس الشركات اللي من هذا النوع، أو الشركة المزعومة اللي احنا بنقصدها بالاسم، اللي هي تم تأسيسها سنة 72. وابتدت تعمل لنا أكلات بنكهات مختلفة، وحاجات بالشوربة وحاجات مش بالشوربة. لكن لما نيجي نتكلم على الحبوب بشكل عام، هل الحبوب الدقيقة على سبيل المثال مفيد أم لا؟ الحقيقة إحنا لما بناكل الدقيق أو حبة الدقيق يعني حاجات في جنين القمح والقشرة الخارجية اللي فيها البران اللي فيها الردة والقشرة الإندو آخر حاجة فيه اللي إحنا دايما بناكله، بس إحنا لما بنشيل القمح بناكل بناكله من غير جناحين القمح، وبناكله من غير الرده، بناكل اللب نفسه، احنا بناكل السكر اللي فيه. ناكله على بعضه، يعني ناكل الحبه الكامله، ده لقوه من الحاجات اللي بتقلل الموت المفاجئ. احنا نعلم ان في اسباب للموت المفاجئ كثيره، ليها علاقه بالقلب، ليها علاقه بالجلطات، ليها علاقه بالمخ، ليها علاقه بمعامل الاكسده العام داخل الجسد، لكن لقوا ان الحبوب الكامله بتقلل هذا الامر. أفيد، وبيبقى المكون الغذائي اللي فيها أعلى، وبيبقى فيها فيتامينات أكتر إلى آخره. يعني أنا بشكرك جدا يا دكتور محمد، كل الشكر. دكتور محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب القصر العيني، طبعا عضو الكلية الملكية لأمراض البطنة في لندن. لو سمحتوا هراقبوا أكلكم كويس، لو اشتريت حاجة من أي سوبر ماركت اتأكد من تاريخ الصلاحية، واتأكد ان مش ملزوق تاريخ صلاحية على تاريخ الصلاحية، واتأكد ان تاريخ الصلاحية مش ممسوح ومحطوط جنبه ختم تاني مثلا الى اخره. وبعدين اعرف انت بتشتري من عند مين، وبعدين ممكن ما يكونش المشكلة عند السوبر ماركت، ممكن يبقى المشكلة عند المورد، يعني ممكن يطلع راجل ما عندوش ذنب. فكل اللي عليك انك انت بس تتأكد، ادي كل القصة، وما تكترش من الاكل المعلب والمغلف والبتاع، يعني خليك في الطازة حلو برضو. نديم عمال بينصحني بالاكل المصري، جوعتني يا نديم، وقبلها عمال بيحكي لي على اكلة سمك. الف هنا عليك يا عم نيد. وبقول لكم ايه، احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. ابرك. الله يرحمه، الله يرحمه. هذا الفنان العظيم الحقيقة ولا مرة ما نجحش في إضحاك أي حد يسمع له جملة أو يشوفه، حتى ولو بعد وفاته.
يعني خليك بس شايف كده، لانه حتى وانت قاعد عمال دلوقتي بتتفرج على الفيلر اللي احنا كنا عاملينه عن العظيم الراحل سمير غانم، هتلاقي نفسك انت قاعد طول الوقت عمال بتضحك. وانا اجزم طبعا انه يمكن 99.9 من الحاجات اللي بتضحكك دي، لو صح تعبير كلمه افيهات سمير غانم الله يرحمه، دي بتاعته هو، دي مش مكتوبة في السيناريو، دي بتاعته هو. لأنه أسعدني الحظ الحقيقة أن أنا قابلته مرتين أو ثلاثة، منهم مرة كان لقاء كامل يعني، ومرتين تانيين قابلته كده على يعني هوامش لقاءات واجتماعات جاية لحد من الزملاء كلام من ده. فأولا أنا ما حسيتش على الإطلاق، ده انطباعي أنا، ان شخصيته مختلفة بأي شكل من الأشكال عن اللي احنا بنشوفه قدامنا على الشاشة، في خفة الظل، في الاسترسال، في التواضع، في اللطف، في المحبة الغامرة اللي طول الوقت بيضفيها على كل اللي حواليه. وراجل حبوب الله يرحمه، فعلا بالمعنى المصري كده، عارف احنا نقول عندنا ايه، ده فلان ده حبوب، هو كان راجل حبوب فعلا يعني، فالله يرحمه. النهاردة بالمناسبة هي مش ذكرى رحيل الأستاذ سمير غانم بس، هي ذكرى رحيل الأستاذ سمير غانم والأستاذ سمير صبري، الاثنين في نفس اليوم، مش في نفس العام، ولكن في نفس اليوم 20 مايو، الذكرى الثانية لسمير غانم والأولى لسمير صبري. بالمناسبة سمير غانم تقدر تقول عمل تقريبا حوالي 150 فيلم و70 مسلسل، طبعا ده بجانب الفوازير بجانب المسرحيات. سمير صبري الله يرحمه كان حالة مختلفة بالمناسبة جوه الجيل بتاعه، لأنه كان عنده التعدد بتاع المواهب، يعني هو بيمثل وهو بيغني غنى، تابلوهات غنائية. سمير غانم كان بيعمل السكتشات الغنائية اللي دمها خفيف الحلوة إلى آخره. فأنت بتتكلم على أنه اتنين الحقيقة ذكراهم يوم 20 مايو من كل سنة كانوا مهمين جدا بالنسبة لنا. وسمير صبري يمكن الحق يتقال مع حفظ اللقب طبعا والتقدير الله يرحمه يا رب والاحترام، أنا قابلته مرتين، منهم مرة في المكتب يعني او في مكتبي يعني وقت ما كنت مدير لواحده من الاذاعات الكبرى والشهيره، وفي مره تانية في دار الاوبرا المصريه، والمرتين كنت مبسوط بجلسه اقلهم كانت تقريبا ساعه من الحديث. وهنا انت قاعد بتتكلم مع رجل مسترسل جدا في الكلام، منظم جدا في كلامه، مهذب الى ابعد الحدود، مجامل الى ابعد الحدود، لطيف جدا 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 جدا، متواضع جدا جدا جدا، متشعب في حديثه فيشمل الكثير من الافاق والموضوعات بجاذبيه مذهله. استاذ سمير صبري جاذبيه مذهله في الحديث وحكاء بارع. وكان منظم لانه حكى لي على حياته، يعني كان يقعد يحكي لي فبيقول لي بيصحى، قعد حكى لي بيصحى الساعه كام وبياكل ايه وبينام الساعه كام وبيشتغل الساعه كام ونمط حياته ماشي ازاي، فبقيت قاعد مبهور ايه كل النظام ده. طيب خلينا ناخد معانا على التليفون المخرج الكبير استاذ محمد تركي، وكان الصديق المقرب للنجم الراحل سمير صبري، واشتغل معاه في برنامجه الإذاعي ذكرياتي. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف، وأهلا بكل المشاهدين اللي متابعين، وبشكر حضرتك على المقدمة الجميلة سواء اللي قلتها على الأستاذ سمير غانم أو على الأستاذ سمير صبري. وحابب أعبر عن سعادتي لاحتفاء قناة مصرية من قلب مسبيرو بسمير صبري، كان غالي عليا قوي هذا يعني الاحتفاء بسمير صبري من قلب مسبيرو. الله يرحمهم جميعا يا رب. وبعدين اصل دي القناه الاولى يعني بتاعه كل المصريين، ده استوديو 10 اللي الراحلين العظيمين ياما نوروه وشرفوه واشتغلوا جواه، ومن خلال ادائهم داخل هذا الاستوديو اللي انا متشرف ان انا بطلع منه يوميا، قدموا لنا كثير بالعشرات من الروائع اللي امتعت الشعب العربي بالكامل. يعني
حقيقي حقيقي، واكيد ما يخفاش عن الساده المشاهدين ان الاستاذ سمير صبري لحد ليله وفاته كان بيسجل حلقات برنامجه. يعني هذا الرجل بعيدا عن الكلام الكتير الحلو اللي ممكن تسمعه من اصدقاء واللي حضرتك قلته واللي من تسمعه من القريبين منه او الناس اللي ساعدهم او سمير صبري اللي بيعمل الخير، لا انا عايز الفت النظر لجزئيه ثانيه. سمير صبري الإعلامي من الطراز الأول اللي قعد 8 سنين يشتغل ما وقعتش منه حلقة، اللي كان مصاب بالكانسر وبيعمل بدل الحلقة 2 عشان لو غاب بسبب الكيمو أو بسبب الإشعاعي تبقى الحلقات موجودة. سمير صبري اللي توفى وهو لسه في 4 حلقات ما زعهمش بعد ما توفى، فلما يعني أيام مرضه كان بيعمل حساب لشغله أنه بيشتغل الضعف يا أستاذ يوسف، بحيث أن الأيام اللي يتعب فيها تبقى حلقاته موجودة. ضرب مثل من الالتزام والمهنية، يمكن ربنا قدره ماديا ان هو يرد الجميل لمسبيرو، وانا عايز اقول واشهد ان كل هذه السنوات الطويلة من برنامج ذكرياتي على الاذاعة المصرية لم يتقاضى فيها سمير صبري جنيه واحد، بل يمكن كان بيصرف من جيبه، لكن بكل حبه كان دايما يشكر مسبيرو في كل حلقة، يقول مسبيرو اللي صنعني، مسبيرو اللي صنعني، وكان دائما الاعتراف يعني بالفضل لمسبيرو، وظل مسبيرو هو نافذته حتى آخر يوم في حياته الله يرحمه. كان مثال في المهنية والالتزام في هذا التاريخ والمشوار، لم يخترق خصوصية ضيف، لم يتحدث في نقطة ضعف، لم يبحث وراء طبق صحفي وراءه خبر غير صحيح أو خبر يؤذي الضيف، يحترم ضيفه إلى أبعد الحدود ويترك له المسافة ويقدر ضيفه، وإن كان صديق من أصدقائه اللي ممكن يهزر معاهم، لكن ساعة الحلقة يا أستاذ فلان والاحترام يعني كان يعني إعلامي من الطراز الأول. يعني نفسي كمان حضرتك تلفت أو تلقي الضوء على هذا، بالإضافة لأنه منتج وفنان وحبيب الناس كلها. ده حبيب الناس كلها، دي يعني كلمة بمليون كلمة بصراحة، ويمكن بمليارات الكلمات، لأنه فعلا ما وجدتش أي حد من اللي قابلوه ولو مرة واحدة إلا وكان يشكر فيه. التزامه ده بالمناسبة واحد من أهم العناوين اللي ممكن تتحط دايما على اسم سمير صبري، أنا معاك 100%. بس خليني هنا هسألك إنه يمكن كلنا نقدر نتكلم على مسيرته المهنية، سواء إذا كان في الفن بشكله العام أو في الإعلام بشكله الأكثر خصوصية. قدرته على إعطاء المحبة دائما دي كانت بتبقى باينة حتى من خلال الشغل، لكن حضرتك كنت قريب منه، مش بس حقيقي. في الشغل قريب، صديق قوي قوي حقيقي. هو كان عامل إزاي حياته، هو الشخص البني آدم الإنسان؟ الإنسان يومه كله أكتيفيتيز. يعني أنا عرفت الأستاذ سمير صبري في آخر 8 سنين في حياته، يعني عرفته هو كبير، ولكن وأنا عارفه هو كبير كان يومه منظم جدا. كان يومه بيبتدي الصبح بصلة الرحم، بيصحى الصبح يعدي على أولاد خالته مدام نيلي أنسي ومدام ليلى أنسي والأستاذ حسن أنسي ويفطر معاهم، بعد كده يروح نادي الجزيرة يلعب رياضة، وأنا معاه وإحنا ماشيين في نادي الجزيرة نقابل عمر خيرت نسجل معاه، نقابل مدام إيناس جوهر نسجل معاه، نقابل أستاذ سميرة أحمد، يعني بعد كده يروح المكتب، وبعد المكتب نعدي على الإذاعة، وبعد الإذاعة نبتدي نشوف حلقاتنا، وبعد كده سهرتنا بالليل مع الأصدقاء ومع الحبايب ونلعب كوتشينة. يمكن أنت لو أنت قريب منه والقريبين عارفين أنه هو حريف بصرة، يعني أنا مش عايز أقول لك إن إحنا كنا الله يرحمه كان محب للحياة جدا، كنا بنلعب بصرة في غرف العناية المركزة. ياه تخيل قد ايه هو بيحب الحياه، وفي نفس الوقت اشهد بالله ان من يوم ما عرفته لحد وفاته لم يترك فرد. ده صحيح، يعني انا اعرف الكثير من الاصدقاء اللي اشتغلوا مع استاذ سمير من حوالي 40 سنه الكل يتحدث عن انه ملتزم باداء الفريضه في ميعادها. يعني دلوقتي الأدام بيقدم بيسيب أي حاجة بيصور أيا كان، كنت لوحدي عارف ياخد بعضه يقول يصلي وبظبطه على القبلة، وأني لوحدي عارف. يعني هقول لحضرتك حاجة، أنا اسكندراني وهو اسكندرانية، وكنا كتير بننزل يوم الجمعة مع بعض، ننزل اسكندرية لنا مسجد نادي السيارات في اسكندرية في ميامي لازم نصلي فيه، في هنا بنصلي في الزمالك في عند جمعية الكتاب والمؤلفين، يعني له مسجد كمان في كل مكان بيروح فيه. هقول لحضرتك حاجة غريبة جدا يا أستاذ يوسف، ولن يعني يمكن ما حدش يصدقها، احنا كنا في مهرجان الجونة، وحضرتك عارف مهرجان الجونة ده مكان صعب قوي تلاقي مكان تصلي فيه الجمعة، صح كده؟ يعني أظن كنا مع بعض
ورحنا سألنا على مسجد نصلي فيه الجمعة ما لقيناش، رحنا صلينا في المسجد اللي بيصلي فيه عمال الفندق اللي كنا نازلين فيه، فندق كبير خمس نجوم بس في مكان مصلى تحت، نزلنا صلينا مع العمال تحت صلاة الجمعة، وقعد يدور وما سكتش لما صلينا الجمعة، وكان معانا حتى الأستاذ محمد لطفي الممثل وابنه بالصدفة، يعني هما الاثنين اللي شفتهم بيدوروا على صلاة الجمعة في قلب مهرجان الجمعة. بصراحة راجل خير، عمل خير كتير، كنت دايما معاه واحنا مدام سميرة احمد رجلها بتوجعها يجري يجيب المرهم خد طلعه لها، هي مش محتاجاه بس هو كان ده بيعمل كده. مدام نادية لطفي يلا بينا تعالى نزورها، مدام امال فهمي تعالى نروح لها المستشفى، مدام مديحة يسري يلا بينا نطمن عليها، وقلنا نلف طول النهار وطول النهار تليفونات على اصحابه، مين اللي تعبان ومين اللي محتاج دواء ومين اللي محتاج استشارة الدكتور ومين اللي محتاج واسطه عشان يوصل للدكتور بسرعه ومين اللي محتاج، يعني شفت معاه خير كتير الله يرحمه. انسان عادي جدا، انسان بياكل اكل المصريين العادي جدا، وبيحب الفول وبيحب الطعميه وبيلعب كوتشينه بصره كل يوم وبيقابل صحابه، انسان يومه كله اكتيفيتيز يعني في متفاعل. سمير صبري يا استاذ يوسف رفض انه يعيش تمثال شمع الناس تتصور معاه في الشارع. سمير صبري كان بيسمع الحلقه كل يوم 3 الساعه 4 في العربيه عشان يسمع ردود الافعال في ساعتها، يفتح الشباك ويسمع راي الناس. الله يرحمه، هو كان تركيبه مختلفه الحقيقه، واظن ان تركيبته المختلفه دي كانت هي سر تميزه وتالقه الدائم حتى اللحظه الاخيره. الله يرحمه يا رب. انا عايز اشكرك جدا 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 زميلنا المخرج محمد تركي، الصديق المقرب بالمناسبه للفنان الكبير الراحل سمير صبري، واللي اشتغل معاه لمده 8 سنين تقريبا، 8 سنين او 7 سنين في البرنامج الاذاعي الشهير ذكرياتي. رايحين للفاصل وراجعين بعد الفاصل مع الكاتبة الصحفية الكبيرة، يعني هي حبيبتي وحبيبتي الملايين، أستاذة فريدة الشباشي، في حديث حول الحوار الوطني، أظنه حديث مستمر حبتين. وبالمناسبة أستاذة فريدة كان عندها كلمة مهمة جدا، ده فعلا يوم الخميس اللي فات في جلسة الثقافة والهوية، ويمكن ناخد الكلمة بتاعتها كمدخل لحلقتنا أو فقرتنا. استنونا.